مرحبا بنا عندكم يا ناس الخير كالعادة، معكم الشيف أمين في قناة النهار تيفي دائما من الساعة الثالثة إلى الساعة الرابعة مباشرة. نعمل معكم حصة تاع وصفات هايلة شابة نقسموا فيها معكم دي مومو شابين، نعطوكم دي زاستيوس، نعطوكم حيل للطهي وأيضا تفيدونا أنتوما بأفكاركم بوصفاتكم الوصفات نتاع الدار لي زاستيوس. وعليكم غير تتصلوا بنا على الرقم الذي يظهر أسفل الشاشة، هكذا راحين نتبادلوا الحوار معاكم. اليوم راحين نخدموا معاكم منيو شباب هايل ويعني في متناول الناس اللي يحبوا الحوت. دونك عندنا لابيسك دو كروفات، عندنا الماكرو اللي يشبه للطونه، راه يتباع يعني في الـ في الـ في الاسواق، يتباع بالحبه ولا يتباع بالكيلو، كل واحد كيفاش يبيعه. راحين نخدموه بصلصه الطماطم بالبازيلا ولا بالجلبانه في الفرن، وراحين نخدموه لاكريم ديسير على بانان او كريمه التحليه بالموز. راحين نخدموا معاكم الحاجه الاولانيه، نبداو بالوصفه الاولى. عندنا باش نخدموا اون بيسك دو كروفات ولا حساء القمرون، عندكم رطل نتاع الرطل النات، يعني رطل اللي يكون نات نتاع لا كروفات ولا تاع القمرون. عندنا رطل نحو منه حوالي 100 غرام باش نشبحوا بها ايضا البيسك تاعنا. عندنا نص حبه نتاع البسباس، عندنا حبه تاع زروديه، عندنا حبه تاع البصل، عندنا 3 سنينات نتاع الثوم، عندنا 4 حبات نتاع الطماطم مرحيه، عندنا ايضا شويه تاع معدنوس، وعندنا 3 حبات نتاع البطاطا مقطعين اون بتي دي. لاغوي اللي تمشي مع اللعبه كاع راهي هنايا، لاغوي اللي تمشي مع الحساء هدايا. عندكم حبه نتاع البطاطا مرحيه بهذا الشكل، هذا تكون طايبه مليح وترحوها يعني تكرازيوها، زوج حبات بيض، زوج كيسان نتاع الزيت العاديه، شويه ملح، شويه زعفران، وشويه بابريكا. الوصفه الثانيه عندنا زوج حبات نتاع الماكرو اللي يعمل لكم ابوبري واحد نقولوا حنايا واحد قريب كيلو، يعني واحد 800 غرام ولا 900 غرام. عندكم حوالي 200 غرام تاع البازيلا، 120 غرام تاع لي كابر، شويه تحشيش، 4 حبات نتاع طوماطيش مرحيه، شويه كمون، شويه زعتره، شويه زعتر، شويه ايضا نتاع اللوغي ولا تاع الرند، وزيت الزيتون. بون نبداو الحاجه الاولانيه. كنت انا قبل ما تبدا الحصه نحيت القشور هادو ما واش درت بهم، غليتهم باش نخدموا بهم لو فون تاعنا نتاع لا كروفات اللي راحين نمرقوا به من بعد. دونك حنايا خليوه لهنا يتلق براحته باش من بعد نصفيوه ونجيبوا المرميطه تاعنا. دونك المرميطه تاعنا نحطوها لهنايا، اول شيء نخدموا به وهو الماده الدسمه واللي هي زيت الزيتون. ناخذوا زيت الزيتون تاعنا نحطوه بهذا الشكل، حوالي 4 أو 3 نتاع زيت زيتون مغارف كبار شابين يكونوا، يحب زيت زيتون هاد الوصفه، تحب زيت الزيتون بزاف. وهنا نزيدو ناخذوا المرميطه الصغيره تاعنا ونزيدو نخدمو ايضا، نشعلوا لها النار باش نخدمو صلصه الطماطم اللي تروح مع الماكرو تاعنا. فوالا نشعلوا لها النار، خلوها تسخن شويه، ناخذوا توجور زيت الزيتون ونخلوها براحتها. هنايا الوصفه صلصة الطماطم غير الثوم، ما راحينش نديرو فيها بزاف يعني البصل، ولا ما راحينش نديرو فيها كاع البصل، كاين اللي يحبوا يديروا البصل، لكن انا من الناس اللي كونتر يعني البصلة في هذا النوع من الصلصات. ناخذوا لهنا كروية، ناخذوا ايضا شوية تاع كمون، ناخذوا شوية تاع ملح، ناخذوا شوية تاع فلفل الكحل. فوالا، وناخذوهم نخدموها، ناخذوا ثاني ليكرازور تاعنا نتاع الثوم، نديرو 3 ولا 4 سنينات نتاع الثوم فوالا بهذا الشكل، ونزيدو ايضا نديرو الدرسه تاعنا اللي نحطو فيها كلش على ضربه. قلنا حوالي 1-4 سنينات نتاع الثوم يكفونا آلاس. هنا ناخدو شويه زيت زيتون مع الثوم تاعنا، تبعوني مليح، ناخذوا شويه نتاع الزعتر، وناخذوا ايضا الرند، زوج ورق نحطوهم ولا 3 ورق فوالا نحطوهم بهذا الشكل. هنا ناخذوا
مغرفة تاع قهوة شابة ونديرو زوج مغارف نتاع البابريكا، مغرفة نتاع الكمون شابة، شوية تاع الملح فوالا ما نملحوش بزاف باسكو من بعد راح نحطو لي كابر معاهم، وشوية نتاع فلفل أسود فوالا غير شوية راس تاع المغرفة فلفل أسود، نخلوهم هنا باسكو من بعد راح نستعملوهم، نحو هنايا غير الكمون فوالا. نروحو نشوفو هنايا المرميطة الأولى تاعنا، نحطو فيها البصل نخليوه يتقلى بهاد الكيفية هادي الله ما شاء الله، ما لازمش يتقلى بزاف، ناخدو الجزر تاعنا حطوه بهذا الشكل، ناخدو ايضا البسباس اللي طريز امبورطون في الوصفه نحطوه ثاني بهذا الشكل ونخلوه يتقلى معاهم، ناخدو الثوم 3 سنينات ولا 4 سنينات ونكرازيوهم بهذا الشكل فوالا، ونحطوهم نخلوهم يتقلاو براحتهم. هنا ناخذوا لاكروفات تاعنا نحطوها مع لو ميلونج تاعنا تاع لي ليغيم، ونزيدوا لهنايا لا بوم دو تير ولا البطاطا. هنا نحو لي زانغريديون تاعنا اللي كملنا بهم، نحطوهم دو كوتي ونخليو الحاله تعرق مليح. هنا مازال ما درت والو، ما درت ني ايبيس ني ارب ني ريان دي تو، ناخذوا المرميطة ونغموها بهذا الشكل، ناخذ هنا زيت الزيتون حوالي ملعقة وشوية نتاع الماء طري ليجيرمون، الماء بارد فوالا طري ليجيرمون، ناخذ الملعقة تاعنا صغيرة ونحركو الدرسة تاعنا بهذا الشكل هذا. هنا واش نديرو؟ نديروها في الزيت ديريكتومون كيما راهي كنحطوها في الزيت، لكن هنايا يفو فير اتونسيون ما لازمش تحرق لكم، دونك غير ديروها في الزيت تبداو تحركوا بهاد الكيفيه هذه، يدكم دائما لداخل المرميطه وتحركوا الدرسه تاعكم، غير تشوفوا الدرسه تاعكم بدات تاخذ، دونك يبدا يخلص منها شويه تاع الماء فوالا. ناخذوا الطماطم تاعنا، ناخذوا الطماطم تاعنا ونحطوها بهاد الطريقه هذه، ناخذوا لهنا حشيش كنت ما تكلمت لكمش عليه، كميه تاع الحشيش بهذا الشكل هذا، وناخذوا لي كابر تاعنا بعد ما شمخناهم وعصرناهم، دونك ناخذوا كميه تاع لي كابر بهذا الشكل هذايا، ناخذوا موس ونبداو ناشيو فيهم طري ليجيرمون غير هكذا بهذا الشكل، دونك نكرازيوهم برك ما لازمش يكونوا يعني كاع منحيين يعني او مرحيين بزاف لانهم بعد كيروحوا في لاصوص فوالا، ناخذو نحطوهم في الصلصه بهذه الطريقه هذيا فوالا، ونحطوهم مع بعضهم. ناخذوا لهنايا الغلاق تاعنا ونغلقوا عليها ونخلو الحاله تعرق شويه، نجيبو الشيفون ونمسحو لو بلون دو طرافاي تاعنا، ناخذوا الشيفون ونبداو نمسحو في لو بلون دو طرافاي تاعنا بهاد الكيفيه هادي حتى نقيو كاع لو بلون دو طرافاي. هنايا نشوفوا لا سوب تاعنا او الحساء تاعنا مور اللي حطيناه قلنا عرقناه فوالا، راكم تشوفوا ناخذوا هنايا بابريكا، شويه تاع فلفل الكحل، شويه تاع الملح، شويه تاع الجينجومبر، وشويه نتاع الزعفران، تبعوني مليح، شويه تاع الجينجومبر وشويه تاع الزعفران. هنا ناخذوا مغرفه تاع لاتاي باش ما نكتروش فوالا، باش ما تهربناش لا كولور تانيك نتاع هاد الوصفه هادي، لازم تكون ب لا كولور نتاع كيما نقولوا حنايا لا كولور نتاع هنا غير الراس برك نتاع المغرفه نتاع زعفران صغير. ناخذوا لهنايا ايضا لو جينجومبر مليح، يمشي مليح مع لا كروفات ولا مع القمرون، ناخذوا هكذا حوالي اون كويير، ما لازمش تكون قاصحه بزاف باسكو تقتل لك كاع لو كو نتاع لو بواسون تاعنا ولا لي كروستاسي. راس تاع مغرفه نتاع فلفل الكحل، وهنايا ناخذوا الملح ونملحوا شويه باش لا سوب تاعنا من بعد نقدروا نمرقوها بيان فوالا، نملحوا ليجيرمون بهذا الشكل هذايا. نروحوا لهنايا ناخذوا
لو بواسون تاعنا ولا القشور نتاع لا كروفيت تاعنا. تري امبورطون هاد الوصفه هذه. قلنا ناخذوا القشور نتاع لا كروفيت تاعنا نحطوها دو كوتي ونجيبوا الصفايه. دونك دائما كي تكونوا تخدموا في لا كروفيت تاعكم دائما كي تجيبوا الصفايه معاها اون كويير، تحطوا الصفايه تاعكم بهذا الشكل، طلعوا لو فيمي تاعكم وتبداو بهذا الشكل هذا تعصروا مليح مليح القشور تاعكم باش البنه ولا لوغو يحبط كومبليتمون. الو بزاف الناس راهم يتسائلوا يقول لك يا شاف راهي غاليه لا كروفات وراك تخدم منا بلا كروفات. دونك هنايا نعطيكم واحد لاستيس، حنا نضربوا بحجر عصفورين، بحجر واحد نضربوا عصفورين. نتوما في المنزل الانسان كليت يومين الايام كليتو لا كروفات، تاخذوا القشور عمركم ما ترميوه، ديروه في ساك دو كونجيلاسيون وتخبيوه. نهار تحبوا تخدموا ان بيسك دو كروفات وما كاش لا كروفات، تاخذوا هذاك القشور هذاك تديروا كاع واش كاين اسيزونمون لهنايا، كيما اسيزونيت لهنا لا بوم دو تير، طوماطيش، واش حبيتوا ديروه لهنايا، وتاخذوا لا كروفات تاعكم تغليوها، تغليوها بهذا الشكل وترموها تكون طابت مليح. ترموها مع الماء وايضا لداخل القشور تاع لا كروفات، من بعد تجوزوه في الميكسور، تميكسيوه وتجوزوه في الباسوار زوج خطرات ولا ثلاث خطرات، راح يبقى لكم القشور كاع الفوقه مرحي ما يحبطش ويحبط لكم لوغو نتاع هاد الحساء هدايا. دونك ما تشقاوش، كاين اللي ما عندوش لا كروفات في الدار ما شراش لا كروفات في الدار يحب يخدم بالقشور، نهار تكونوا عندكم لا كروفات خبيو القشور. حاجه ثانيه تقدروا تستعملوا لا كروفات سير جوني ولا لا كروفات كونجلي، بشرط انكم تحكموا لا كروفات 12 ساعة من قبل، ديروها في كسكاس تحت ان بول وخلوها تحت الثلاجة تقطر مليح تخرج الماء تاعها، ومن بعد خدموا بها عادي باش هكذا الماء تاعها ما راهوش رايح يدور لكم لوغو. يطلع على مسامعنا اذان العصر، تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الاجر والتواب والمغفرة. الوصفة الحقيقية تاع لاري، بزاف الناس مايونيز وهريسة خطأ، مايونيز كاتشاب وهريسة خطأ، هادو ما كاع اللي راكم تاكلو فيهم في لي ريستورون ولا تروحوا تقولوا عطيني لاري يعطي لك مايونيز ويخلط لها الهريسة سير بلاص ويعطيها لك، ما كاش منها. باش تخدموا لاغوي نتاع الصح اللي تاكومباني سوا لا سوب دو بواسون سوا لا بيسك دو كروفات، عندكم حبة ولا زوج حبيبات نتاع البطاطا تكرازيوهم بهذا الشكل هذايا، تاخذوا زوج ولا ثلاث سنينات نتاع الثوم بهاد الطريقة، تاخذوا أيضا شوية تاع زعفران شوية تاع البابريكا وتحطوه دو كوتي لهنايا. هنا كنا استعملنا الملح، هنايا واش نروحو نستعملو؟ هنا نروحو نستعملو صفار البيض، ناخذو لهنايا دو جون دوف فوالا يكونوا شابين ويكونوا في درجة الغرفة، درجة حرارة الغرفة. هنا نسحقو زوج حبات في كل حبة، في كل حبة بطاطا ان جون دوف. تبعوني مليح، الوصفة سهلة بصح لازم لها شوية نتاع لا كونسونطراسيون. كاين اللي يحب يزيد شوية نتاع البياض ما نرميوهش خليوه دو كوتي، كاين اللي يحب يزيد شوية نتاع قولوا لي عليها يحب يزيد شوية يا ربي لا موطارد، يزيد شوية لا موطارد ولا الخردل باللغة العربية. هنايا ناخذوا قبل ما نروحوا ناخذوا فلا. السلام عليكم. الو واش راكي؟ لاباس؟ واش راك؟ والله لاباس. واش راك تاخو شاف؟ عاش من سمع صوتك يا فلا. عايشك ربي يخليك ان شاء الله. وياك ربي يسترك ان شاء الله ويهنيك. واش راكي؟ والله لاباس بخير. ربي يحفظك. والله غير الحمد لله عز وجل، الحمد لله الذي لا اله الا هو، الحمد لله يا ربي. كي تكونوا انتم ملاح رانا ملاح هنايا. والله حتى انا ملاح معاك. ربي يحفظك ربي يحفظك ربي يحفظك ويسجيك ربي يحفظك. اليوم الشيخ نعيط لك من بسكرة. واش قلتي لي؟ نعيط لك اليوم من بسكرة مش من السيكدة. راكي من بسكرة؟ عندي بسكرة. واش من جهة في بسكرة راكي؟ في الحي. الله الله ما شاء الله. تعرفي بسكرة؟ انا نعرفها مليحة. مليحة. شتما ولا وكاع لي زونفيرون. شتمه وحاره الواد وبخاري. الله يبارك ما شاء الله.
عايشك ربي يحفظك. هذا وين وصلت انت؟ نعم قلت هذا وين خلت البسكرة؟ والله ما فهمتك. قلت لك هذا وين خشيت من البسكرة؟ الله الله ما شاء الله، ربي يحفظك ان شاء الله. ربي يحفظك، ربي يحفظك ان شاء الله ويسترك ان شاء الله يا ارحم الراحمين. ربي يحفظك يا درا. انا عاجبينكم شويه والله ما شاء الله، العائله كامله تتفرج فيه. ربي يحفظكم ان شاء الله، ربي يحفظكم ويسجيكم ان شاء الله. بارك الله فيك. العائله كامله تتفرج فيك. النهار وهذاك هو الصح ولا لا؟ لا احنا كي نكونوا نفرحوا العائلات الجزائريه، هذيك هي الفائده. ربي يخليك. كما قلت نهديها الام زكريا وام حمزه ونهديها كل من يسمع فينا، ام رفيقه غايبه هنا شوي. ربي يحفظهم ان شاء الله. ربي الاسد. ونهديها لهنا في بكره، نهديها لاختي وبنات اختي، نهديها العائله كامله والوالده الساعي. تما راكم جماعه انتوما؟ انا جماعة قاعدين. الله الله. والشخشوخه كانت شخشوخه. الله الله فريق شخشوخه بسكريه. الله الله. انت اللي درتيها لهم؟ واجد تعبان الشيف داروها هما، لقيتها واجده. بصحتك. قول لهم الخطره الجايه انت ديري لهم. الخطره الجايه نديرها كل نهار ونهار. كل نهار ونهار. انا اليوم يكرموني انا. ربي يسترك. ربي يحاوى ما خافش عليهم. يعرفوا يعيشوا، يعرفوا يعيشوا. يعرفوا يعيشوا. وي ربي يحفظكم ان شاء الله لبعضاكم، وربي يسجيكم ان شاء الله. ان شاء الله ما نطولش عليكم. ربي يخليك. ربي يسترك. ربي يسترك وربي يسجيك. تحيه خالصه لكل سكان ناس بسكره، كل اجواء يعني كل المناطق اللي بسكره وما جاورها. ربي يحفظكم بزاف. انا قارديت غير يعني والله العظيم ذكريات ما شاء الله في بسكره. ناس حرمه، ناس كرم، ناس جود، ناس عطاء. يعني بلاد الفن ايضا فيها فنانين كبار ما شاء الله عليكم. ربي يحفظكم كاع ان شاء الله. فوالا دونك شوف شاي تطلع راكم تشوفوا كيفاش يطلع. فوالا ونبداو نطلعوا فيها غير بالعقل ونزيدوا لها الزيت. لازم نصري ثلاثه تاع الزيت، زوج كيسان تاع الزيت، كل حبه بيض، حبه تاع صفار بيض، بريكله نتاع الزيت. فوالا نزيدوا نحطوها هكذا ونقعدوا نخدموا فيها بهذا الشكل هذايا حتى تولي لنا شغل اون مايونيز. شغل اون مايونيز. الو الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راكي؟ واش راك لاباس؟ الحمد لله. واش راهم ناس كي كدا؟ والله الحمد لله. شويه انا بغيتكم تدي البارح كنت خدامه على بالك، قلت لبنتي اتونسيون ما تنوضينيش اني نرقد يبدا الشامين عيط لي. البارح البارح يا اخي كنا راحات. احنا نخدمو شيف امين. انا شو ميتة. ربي يحفظك. بالجمعه راحات بالجمعه احنا نخدمو مالوغوزمون. معليش معليش. ربي يحفظكم ان شاء الله. تحبوا نزيدوا الجمعه نزيدوها ما كاش مشكل، احنا رانا هنا ليكم انتوما. ما تكسروش كاع راسكم. افيك بليزير. شيف امين عيط لك على حاجه واحده برك، حبيت نعرف لا كونسيرفاسيون تاع لي كروفيت. نعم. باش ما يجيوش وما يقعدوش كحل. نعم. لا كونسيرفاسيون تاع لي كروفيت. لا La conservation تاع لي كروفيت. La conservation تاع لي كروفيت هي تري سامبل. شوفي نعطيكم حاجه، كي تكونوا في الدار وتحبوا تخبوا لا كروفيت، كي تشرو لا كروفيت ما تدخلوهاش ديريكت للفريغو. حكموا الماء يكون بارد، حطوا فيه لا كروفيت وخلوا تخرج كاع الكحوليه هذيك، باش كي ديروها في الكونجيلاتور ما تكحل لكمش. داكور. راكي تسمعي. تخليوها في تخليوها برا مده ساعه، من بعد تصفوها يعني تحكموها بيان، تصفوها بيان وتحطوها في اون بواط، تحطوها في اون بواط وتغطوها وتحطوها في الكونجيلاتور، تقدر تكونسيرف لكم حتى 30 يوم. فوالا هذه لا كونسيرفاسيون في الديار تاع لا كروفيت. فوالا نزيدوا شبقه تاع الزيت. فوالا ونبداو نطلعوا فيها بهذا الكيفيه هذه. الله الله طرشنا كاع البلون طرافاي. دونك هنايا واش نديرو؟ ناخدو الطماطم تاعنا نزيدوها بهذا الشكل في الحساء تاعنا، وخصك رايك مرحيه باش ما تروح الناس طياب تاعها يبقى شايد. نروحو ندو واش بقى لنا لو بلون دو لو بلون دوف تاعكم تقارديوها.
ولو غاردي ما تساكري فيه واش ما ترميوش، تقدروا تخدموا به امور اخرى. هنا تاخذوا الملعقه تاعكم الخلاطه. الو الو زكيه، واش راكي يا زكيه؟ الحمد لله يا ربي توحشناكم يا سيدي. الله غير انا ثاني توحشتكم، بصح انتم كيش تعيطي كاع راكي رميتي علينا الماء وقيله. قدام وليدات وقيله معلمه الوالده العزيزه. اسمعيني انا انا عم بالي نسيتونا صحاب بوفارك. كيفاش؟ قلت لك عم بالي صحاب بوفارك نسيتونا. والله غير كامل مسلمين عليك ناس بوفارك. ها هي صافي بليزير، ربي يحفظهم. قول لهم قالكم شاف نحبكم بزاف. حقكم تاع زلابيه والله راه واجد، تحبوا تجوزوا وكا تحبوا تخلوا رمضان. وشنو؟ زلابيه؟ زلابيه ايه. واش نحكي لك، زلابيه تاع الدار سيرتو تاع الدار تجي رقيقه وتقرمش. إيه ما عندي ما نحكي لك، وانا على بالك يغلبني الفطار ويغلبني رمضان، يغلبوني في زوج. والله غير حقكم الله غير واجد. ربي يحفظك ربي يحفظك. انتو حق شوف حق كامل واش درتونا لا غوسات ديك الشاب الله يبارك. ربي يحفظك. دخلتها لكم في رمضان ان شاء الله، شربات بوفاريك ايه؟ وزلابيه. اه يا بابا شربات بوفاريك مع السوبا هديه والماكرو. ايه يما واش نحكي؟ والله غير خلينا لكم حقكم كامل قناة النار كامل. واش نحكي واش نخلي؟ ايه انت على بالك انت اللي نهضر معاك في رمضان. كيفاه؟ انت يا نعم انت اللي نهضر معاك في رمضان. الدوخيني الدوخيني وانا نحب كرشي. واش نحكي لك واش نحكي لك واش نخلي لك؟ شوف خليك قبل ما الفطور باش نشهيك مليح مليح. تسرعيني تبعتيني البوفاريك ابي ديريكت. والله غير تبعتيني البوفاريك بالك ابي كاع. انا شوفي ما اكذبش عليك انا رمضان بوفاريك سي ساكري. وانا الشيف امين في رمضان نطفي في التلفزيون باش ما نفطرش. واش قلتي لي؟ انا في رمضان ايه تلفزيون بدي القناة تاع النهار. ديري قناة تاع النهار. انا مسرع في رمضان باش تكوني على بالك. انا في رمضان قناة. انا قلت لاختي في رمضان في رمضان يغلبني شويه ندير الوصفه بصح تحسي تفيقي كاين ديفيرونس بين الشاف امين تاع الفطار والشاف امين تاع رمضان. اللي تبعني يعرف. نتسرع شويه سيرتو لي ما تلولانيين ما نحكي لكش عباك تغلبني لا. تغلبني كرشي والقهوه في رمضان. نعم صبها دائما تحوس على لي تحوس على القنوات اللي فيها طيب في رمضان. غير الماكله ما نقعد ما نقعدش معاها. ملاح ملاح القناه تاع الماكله في رمضان. بصح انا ما نقعدش انا في النهار ما نقعدش معاها في القناه تاع الطياب. ايه تاعنا 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 احنا في النهار في النهار نهضر لك على الحصه تاع الماكله تاعنا. طيب معنا في رمضان ايه هذا العام رايحين نعطوكم غير جديد. الله يبارك. هذا العام ها هذا العام نقول لك واحد الحاجه هذا العام باذن الله رايحين نعطي لكم مفاجات بزاف. ربي يحفظكم ربي يحفظكم. وي تستاهلوا كل خير. انا عايز نشكرك على ذاك اللي درته السمان. والله تستاهلوا كل خير. والله تستاهلوا كل خير يا ربي يحفظك وربي يسترك ويعطيك ما تمن. ربي ما يحرمناش منكم ربي يخليك ان شاء الله. والشافة زادت لنا الطفيله اللي كنت نقول لك عليها قريب تزيد مرت خويا زادت لنا طفله. بون زيدت والله والله غزلت لنا طفله. ايه قولها ايه راكي شامبيون دافريك كاع. هاي نسلم عليك بالبركة بالبركة. واسمها بنتها؟ ميرال. واسمها؟ ميرال. ميران. ايه ربي يحفظها ان شاء الله وربي يجعلها ربي يجعلها ان شاء الله صالحة وربي ان شاء الله يعمر لها حجرها. ربي ان شاء الله يوفقكم وان شاء الله ربي يعطيكم خير على خير. ربي يحفظك ويسترك ويعطيك ما تمنى. اياك واياك ربي يسجيك ان شاء الله. كما كتولنا في الطياب ماشي غير الطياب كتولنا في صوالح بزاف بزاف مفيده. والله بلا مزيتي هذا لا شكر على واجب. والله لا شكر على واجب افيك بليزير. ديجا الصباح قلت لها المات خويا تسمعي قال لك الشيف امين حرور النفس هذيك طيبيها. واش قال؟ ودابا كنت نجيب لك كاع لاغوسات اللي طيبيها تاع النفس. ايه والله ربي يحفظك ان شاء الله وربي يحفظكم ان شاء الله. يا ربي يسترك ربي يوفقك ان شاء الله وبوسي لي المزيوده جديده. ربي يحفظك ربي يسترك ثاني ربي يحفظك. سلام. وانتم يا ناس الخير فاصل ونواصل. تاع الماكرو حطيناهم بهذا الشكل هدايا. ناخذوا لهنا الصلصه ونحطوا من فوقها نسقيوهم قبل ما نحطوه من التحت باسكو يقدر ما يقيش لا سيرفاس لا صوص طوماط تاعنا. دونك نمشيوها دائما بشكل انها
قيس كاع الحوت تاعنا فوالا بهاد الشكل هذا فوالا فوالا ونقعدو. لازم تكون كاينه لاصوص في هاد الطاجين هذا او في هاد الطبق هذا اللي راهو داخل للفرن بهاد الكيفيه هذه. الوغ هنا تبعوني مليح راكم تشوفوا البازيلاء محطوطه، ما حبيتش نديرها كدرت غير لي كابر باش يتلقوا البنه، والبازيلاء خليتها نحطها نقارني بها وندخل بها للفرن. علاش؟ لانها تمتم طيب، دونك الطياب تاعها الطياب تاعها ما راهوش يعني ما راحش ياخذ وقت طويل. دونك ناخذوها بهذا الشكل فوالا ونحطوها مع الصلصه تاعنا. دونك جهه دائما في الحوت مع الريال الفوقانيه والجهه التحتانيه تكون مغطوسه لداخل الطبق تاعنا. هنا ناخذ الفرن نحطوه على 230 درجه مئويه ونخليوه هكذا بلا ما نغطيوه، باسكو الا غطيناه راح يرفد لنا الماء، ولا رفد لنا الماء ماشي مليح. فوالا دونك نحيوها ونحطوها بهذا الشكل هذا. نروحوا دوكا نخدموا الكريمه التحليه او لا كريم ديسير تاعنا نتاع فوالا نتاع لا بانان. ناخذوا لهنايا قبل ما نحطوا كل شيء فوق النار ناخذوا ربع ريتله، تبعوني مليح، ناخذوا ربع ريتله تاع الماء تاع الحليب ونحطوها في السوكل بهذا الشكل هذايا. ناخذوا ربع ريتله تاع الحليب ونحطوها في هذا السوكل هذا. هنا اللي تبقى لي ناخذوا الخلاط نحطوا فيها الحليب تاعنا كاع اللي بقى، تبعوني مليح يا ناس الخير. ناخذوا السكر تاعنا 200 غرام تاع السكر. الو 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 السلام عليكم. واش راكي؟ واش راك خويا؟ ربي يحفظك. واش راهم ناس خنشله؟ ليك وحشه والله غير ليكم وحشه. انتوما ماكم تسقسوا علينا على بالي كاكم تشوفونا، بصح ما تقدروش تحكموا. انا نشوفك يا حي عرفتني ولا لا؟ لا رب ما عرفتكش، قولي لي. كي نقول لك ماما تعرفها؟ نعم اسم منار. مانيش نسمع فيك مليح، واش قلتي لي؟ منار منار. والله ماني نسمع فيك مليح، واش قلتي لي؟ منار تاع خنشله. منار واش راكي؟ واش راك لاباس؟ وانتيا؟ يا سايلي زونسيان تاعنا، واش راكي؟ منار بالبارود. لاباس واش راكي؟ والله غير لاباس الحمد لله. بخير صحتك لاباس؟ والله واش راهم ناس خنشله؟ والله راني نسلموا عليك قايدين. ربي يحفظهم، قول لهم قال لكم الشاف نموت عليكم. نموت عليك. ربي يحفظكم ان شاء الله وربي يسجيكم ان شاء الله يا ارحم الراحمين. الحوتة هذيك. واش قلتي لي؟ الحوتة هذيك سخطتني بها. مليحة؟ والله غير مليحة. وماشي غالية، والله ما غالية، وقيلة دير 20,000 الحبة ولا توكل قيس زوج من الناس. هايلة. لا لا عندنا الحوت غالي. ماشي غالي الماكرو ماشي غالي، ما يكون الحوت واحد اخر غالي لكن الماكرو ماشي غالي. يعني عطيتك نشريو الحوت هذيك الكبيره نشريوها، هذيك اللي درتها انت نشريوها بالصح 100. في خنشله راهو يلحقكم من عنابه. اها العنابه القاله هادو كاع يمدوا لكم. يعطيك الصحه. ايه ايه لكن الحوت في عندنا. ماشي باشين في الليله نديرها العشاء. ايه واش قلتي لي؟ قلت لك والله غير حنا عندنا بصومي. ايه ايه غالي. غالي هي. ايه معليش بصح شوفي نقول لك واحد الحاجة، 100 ميل تاع الحوت خير من 100 ميل تاع الدجاج. والله غير عندك حق. صح ولا لا؟ لا. صح ولا لا؟ لا. صح اخويا صح. غلبتك في هدية. غلبتني خرجت. فوالا. غلبت الحق بالشاوية. والله غير نقول لهم. ايه انا والله غير نقول لهم، نقول لهم الناس تهدر على تهدر لنا على نهضروا بزاف على السومة، نقول لهم انا 100,000 نتاع اللحم. ولا 100,000 تاع الحوت، جو بريفير 100,000 تاع الحوت. لحم وجب 100,000، حنا عندنا كيلو لحم تاع خروف، انا عندنا 200,000. ايه نو حنا نقولوا زعما، نقولوا حنايا اللحم، اللحم يدير، اللحم يدير 100,000، والحوت يدير 100,000، نروح نشري الحوت. ايه حنا عندنا الحوت يدير 100,000، واللحم يدير 200,000 الكيلو، 200,000 الكيلو تاع خروف. وجيش دير 40,000 الكيلو، 32 35. بصح ما تنساش بلي كل دجاج راهو عظم ثاني، العظم راهو كيما اللحم، دونك لو كان تحت نحيلو العظم راح يولي يدير كيف كيف.
فهمتيني واش حبيت نقول لك؟ والفايده الفايده بزاف تلقاوها في الحوت. يا لو كان واحد ياكل حوت، انا ننصحكم وننصح نفسي، يا لو كان خاصه دراري صغار، يا لو كان تعطوا لهم الحوت خطره في الشهر، خطره في الشهرين، خطره في 3 شهور، معليش بصح عطوا لهم الحوت. مليح الحوت، مليح للذاكره، مليح بزاف امور الحوت. ايه مليح لاطروف يا اخي، والله غير يفيد بزاف بزاف بزاف. مليح المفاصل. ايه ما شاء الله، مليح لكلش، والله مليح لكلش. مليح ربي يحفظك اختي، ربي يحفظك ويسجيك وسلمي لي، سلمي لي على كاع الناس خشله. ياكت الوالده تاعي دعينا. ربي هي اللي تدعي لنا، قولي لها قال لك الشاف حاجه دعي لنا بالخير، قولها هو اللي يقولك ادعي له، ربي يحفظها لك ان شاء الله. يا ثاني تدعي لك. وي لازم لازم تدعي لي. قال لي خير منكم في كلش. قولها قال لك الشاف لازم، ربي يحفظكم ان شاء الله لبعضاكم. يا باهي ميرسي. الله يفي روحك صحيتي، ربي يحفظك ان شاء الله ويسجيك. فوالا دونك الحوت كيما قلت لكم الانسان مليح يبروفيتي منه. كنت نهضر مع الاخت ونسيت ما عطيت لكمش الوصفه، قدرت نقطع على هالكلام باش نعطيكم الوصفه. الوغ عندكم ريت الحليب تنحوا منها ربع نتاع الحليب تحطوه دو كوتي، ربع الكميه، وثلاث اربع اللي بقاو لكم تحطوهم مع السكر والفانيلا والبنان زوج حبات وتحطوهم في الميكسر وتخلطوهم، جيبوهم لهنايا تحطوهم فوق النار، تبداو تحطوا فيهم يسخنوا، غير يسخنوا شويه تزيدوا هذاك الربع نتاع الحليب اللي خلطتوا فيه المايزينا 40 غرام، 40 او 40 الى 50 غرام نتاع المايزينا، لانه البنان فيه لاميدون دونك راح يزيد يعاون باش تدخل الكريمه تاعنا، وتقعدوا تخلطوا هكذا حتى تعطيكم ان تيكستور كبيره. او ميم طون شوفوا السوبا تاعنا ما شاء الله، السوبا راهيك دوك نحكموها، غير تطلع لنا لهنايا لاميدون تاعنا يشد روحو، نرحيو لا سوب تاعنا، كي نفوتو نرحيو لا سوب تاعنا نرجعو هاد الحبيبات اللي خليناهم حطيناهم دو كوتي، هاد الحبيبات نتاع لا كروفات نحطوهم من الفوق نخلوهم يطيبوا معاها باش هكذا تكون الحبيبات نتاع لا كروفات باينين في الحساء تاعكم هكذا. ولا جاوكم الضياف وما حبوش يمنوكم عندكم لا بروف فوالا، وتقعدوا تحركوا يدكم ما تنحاش، لان لو كانت تنحى يدكم من التحرك لا بانان لا بيلب تاع لا بانان والاميدون راح يعطيكم يعني شغل شويه احتراق من تحتها ولا تشد لكم، دونك ما لازمش تخلوها تشد، تقعدوا غير تخدموا بهاد الصفه هذه حتى يعني تشوفوها بدات تختار شويه. الله ما شاء الله راهي واحد الريحه تسرع، خاصه تاع لا سوب تاع لا كروفات تسرع. شوفوا لا روي كنا كملناها، ها هيك لا فري روسيت نتاع لا روي، وهذه هي لا فري كولور تاع لا روي. راكم تشوفوا شغل تاع كيما نقولوا حنايا صديد بالعربيه، لا روي بالعربيه هي صديد. دونك خطيكم المايونيز والهريسه ديريكتومون باش تاكلوها وتناولوها باسكو راح تضرب بالصحه. راكم شفتوا بالبطاطا والثوم والبيض والزيت طلعنا اون روي في بلاصه ما ديروا غير البيض والهريسه. دونك هذه هي نعطيها لكم نصيحه، لا روي هذه حتى ولا ما عندكمش الحوت تقدروا تبريباريوها وتمشوا بها لي سوب بار اكزومبل الحريره، بار اكزومبل شوربه عدس، بار اكزومبل سوبا نورمال، سوب نورمال تاع لي ليغوم في الدار، هادو ما كاع تقدروا تمشوهم بهدية وراح تعطيكم يعني حتشبعكم. تاخذوا سوب في الليل مع تروا طوست ولا نتاع لاغوي ما شاء الله تشبعكم، تحبوا تزيدوا لها شويه فروماج تقدروا تزيدوا لها شويه فروماج كيما حبيتوا. فوالا هنا راني نخدم في لاكريم تاعنا لاكريم ديسير بالبنان ولا بالموز. فوالا الو 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 السلام عليكم نجاح، واش راكي اختي؟ لاباس ربي يهنيك. واش راهم ناس باتنا؟ لاباس نسلم عليك اختي، عليك الخير والهنا. وانتي صافا؟ الحمد لله. ربي يحفظك، ربي يحفظك ويسجيك ان شاء الله ناجح الاخت. ربي يحفظك يا درا، راك منور الشاشة امين يعطيك الصحة. ربي يحفظك ناجح اختي، ربي يحفظك. ربي يوفقك ان شاء الله. اكثر مبروك من الاكلات التقليدية. التقليدية رانا نديرو في المأكولات التقليدية. رانا كل اسمعيني كل نهار ونهار، كل نهار واش نديرو؟ نهار نديرو مأكولات تقليدية، نهار نديرو مأكولات خفيفة، نهار نديرو مأكولات عصرية، باش نقدروا نقيسوا كاع شرائح المجتمع وكل الأذواق اللي كاين في الجزائر. صح 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 ولا لا؟ لا باسكو علاه لو كان بدا ندير غير في التقليدية يقولوا لي معرفة عيطت لك من باتنا غير التقليدي ولا
ها بدل شوية بدل شوية البسطولة. ربي يحفظك. لا لا نوعدك نديرو نديرو. غلو البارح تين برك درنا القطايف، درنا 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 ايضا شربة، درنا درنا بزاف، درنا الظلمة، درنا درنا امور، درنا امور بزاف. ومازال زيدو نديرو، درنا هيا زيد نقول لك درنا شربة باتنا، شربة الشاوية. شتي ما شتيهاش ما شتيهاش ما شتيهاش باسكو مراكيش تشوفينا كل يوم. تعال اي صح مانيش نشوف فيكم دايما. يبا عندك ناقص خمسة. هايا معليش. ربي يحفظك معليش. كاين اسمعيني كاين اليوتيوب، كاين عاودي شوفينا في اليوتيوب، كاين التكنولوجيا كاينه الحمد لله. ربي يحفظك ربي يحفظك ويسديك واياك. نوعدك نطلب منك طلب بيان سور تفضلي. ممكن تستضيف لنا الشيف فيصل؟ شكون؟ الشيف فيصل. الشيف فيصل نعم افيك بليزير. خلاص نستضيفوه، نستضيفو الشيف فيصل على عيننا وراسنا. شوفي من هذا الباب الشيف فيصل راك معروض معانا. وكل يعني كل الشيفات اللي شرفوا الجزائر ان شاء الله تستضيفوهم ونستفادوا منكم ومنهم ان شاء الله. واش قلتي لي؟ قلت لك كل تقريب كل الشيفات الجزائر نستفيدوا منكم. ربي يحفظهم ان شاء الله، ربي يحفظهم، نستضيفوهم ان شاء الله باذن الله يا ارحم الراحمين. ان شاء الله ربي يبارك فيك وربي يوفقك بليزير. وتحياتنا لكم. ربي يحفظك ربي يسجيك ويهنيك ان شاء الله الاخت. والشاب فيصل الدعوه راهي مفتوحه، مفتوحه ليك باش تجي تحضر معنا وتعطينا من يعني الادواق تاعك افيك بليزير. فوالا نقعدوا نحركوا حتى شوف هو علاش درتها فوق النار هذه، ما في نخدم فوق هذه، مي لازم تكون نار قليله شويه باش هكذا يعني نعطيو لها الوقت الكريمه تاعنا تاخذ تشد روحها. وايضا البنان تانيك الموز او يعني باش يزيد يروح في الـ في الـ في الكريمه هذه ما يبقاوش لي غريمو تاعو. شوفوا كيفاش بدات تولي بدات تولي يعني ليس وتولي بريونت تلمع عندها اللمعان. الو 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 مساء الخير ام عبد الرحمن، واش راكي ميمتي؟ يسلمك يحفظك والله الحمد لله. لاباس صحتك؟ صافا الحمد لله ربي. كي تكونوا ملاح انتم احنا رانا هايلين الحمد لله الحمد لله. ربي يحفظك لميمه شكرك على الوصفات ما شاء الله. ربي يحفظك لميمه الله يزيد ويبارك الله يزيد ويبارك. ربي يحفظك لميمه شكرك ثانيك على النظافه. ربي يحفظك نظافه التحضير والتقديم. ربي يحفظك لميمه تاعي. ربي يحفظك واياك ربي يخليك ربي يخليك وربي يسجيك ان شاء الله ميمتي. ربي يحفظك يا درا راكي مليحه قولي لي. الحمد لله صحتك راهي لاباس الحمد لله. والعائله مع الدراري الاختبارات ايه لوكات لوكات يبداو بداو في تلمسله لوكات يبداو يا اخي ان شاء الله. ايه لا لا لوكات نورمالمون يبداو ما انا عندي البنات اربعه من شهر الداخل يبداو الاختبارات ان شاء الله. ندعيو لهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ولازم يزيروا روحهم ثاني شويه ان شاء الله. رحنا ندعموهم لكم على هذا ما كان هذا ما كان. انا معك في هذه عندك الحق ربي. احنا لهم مستقبل زاهر ان شاء الله يا ربي ان شاء الله مستقبل زاهر. احنا واردين ثاني ما ندوموا لهم ان شاء الله ان شاء الله. ربي يوفقهم ان شاء الله. ربي يوفقهم ميمتي. ربي يحفظك ميمتي. ربي يحفظك ويسجيك. قولي لي يا درا كاش برد شويه في تلمسان؟ شويه مالتك دوك تبدا الحريره. هي والحوار هي والنهارات الحريره والطواجن وما عندي ما نحكي لك. حنا هنا كي يدخل للبرد البرد نكتروا بالبيصاره الى وي نعرفوا بيصاره. حنا عندنا كل سيمانه في نهار السيمانه نواسيوها باش راك شايف البرد. الله 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 النهار واسيها لنا نشوفوها. ما شاء الله ربي يحفظك ان شاء الله. يسلمك يحفظك طول لك في عمرك. ربي يخليك ميمتي والله دائما احنا معاك ونشكرك على النظافه. ربي يخليك ويسترك ميمتي. الله يهنيك ميمتي الله يهنيك ويحفظك. الله ربي يسترك الذريه والله ينجحهم. ربي يسخر لك ان شاء الله. ربي يسخر لك ان شاء الله. ربي يحفظك يعيشك لميمه يعيشك يعيشك ويحفظك ان شاء الله. السلام عليكم. ربي يخليك ربي يخلي لك ثانيكم ميمتك. ربي يحفظك ميمتي. ربي يحفظك واياك. فوالا دونك هنا ناخذوا كيما راكم تشوفوا فوالا ونبداو نحطوها ديريكتومون في لي بول بهاد الشكل هذايا فوالا
باسكو لازم تبرد. دونك ما كان لا نبداو نبدلو، لو كان نبدلو لها البلاصه دونك نحطوها في ان سوكل ولا راح تبرد، باسكو فيها لاميدون ولا النشا نتاع لا بانان، والنشا تاع لا بانان صعيب بزاف يبرد تمتم. دونك غير تبدا تقيسوا البروده تلقاوه راه برد. فوالا نزيدو نديرو لهنايا، نزيدو لها شويه معرفه، هاي نزيدو شويه هنايا ما درناش بزاف، ونزيدو هنايا ما درناش بزاف، ونزيدو شويه هنا ما درناش بزاف. فوالا ما شاء الله. دونك هنا نروحو نحوهم نحطوهم دو كوتي، نخليوهم من بعد نعطوهم لكم في التقديم، نحطوهم لهنا يشدو روحهم شويه، ما لازمش ندخلوهم للفريغو ديريكت لانه لازم يحكموا درجه حراره الغرفه. من بعد تقدروا تحطوهم الكريم تاعنا هكدا تي في تي، وتشريو الكريمات اللي ما على بالكمش باش مخدومين دونك ديروها في الدار. الو الو الو، واش راكي ام مايا؟ واش راكي؟ لاباس لاباس الحمد لله، وانت صافا؟ واش راه مناسك سنطينه؟ والله الحمد لله يسالوا عليك. ياك على بالك بيك، نحبوكم بزاف. يسلمك ربي يحفظك خويا، ربي يخليكم ان شاء الله ويعزك ويسجيك. امين يا ربي ان شاء الله، ربي يحفظك ثاني تاعك ربي يخليك. يا درا كاش بروده كاش؟ والله البرد كاين، الحاله مغيمه منو شويه ناقصه ما كاينش. صح بس كاين البرد. نو كاين هيا مالتي كاين دوبل زيت. ان شاء الله. دوبل زيت هايل. ينحي لا غريب، ينحي العيا، ينحي كلش. ان شاء الله ان شاء الله. ربي يحفظك. ان شاء الله تروى. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، هذه هي البدايه ان شاء الله يا ارحم الراحمين. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ربي يحفظك ان شاء الله. يسلمك شاف. شاف حبيت تعطيني الوصفه تاع صفيطي. ايه ايه. ولا دير هنا. صفيطي كنت خدمته ونعاودوا ان شاء الله هذا الاسبوع هذا نعاودوه لكم مساهل. شوفي نعطي لك هكذا نبدا كما يقولوا، ومن بعد هذيك نخدموه ان شاء الله كيف كيف. صفيطي واش يحب؟ يحب الطماطم. اها. يحب الثوم. اها. يحب الماء سخون. اها. ويحب الكسره، الكسره مش الكسره اليابسه هذيك كاع خلاص. مش الرخسيس، الكسره تكون شويه طريه، ما تكونش مبسه بزاف، تكون طريه شويه. ويحب في الحار، يحب الحار والدبشه، وفي الاخر زيت الزيتون. شوفي ما عندي ما نحكي لك، سيرتو لا عندك الحار صغير الاحمر. اها هذاك الشايح هذاك. ماشي الشايح، يكون خضر. ما عندي ما نحكي لك. وتحكمي الماء سخون، تحكمي الطماطم تاعك ديريهم في الماء سخون، تنحي لهم لابو تاعهم. من بعد تاخذيهم وتبداي ديري الثوم وديري الدبشه وديري ايضا شويه نتاع بون، كاين اللي يحبوا يديروا راس، كل واحد واش حاب يدير كوم ايبيس، راس الحانوت ولا كيما حبيتي. وكي تبداي تضربي تدخلي معاهم شويه تاع كسره، وتضربي كوش باغ كوش، يعني ماشي كاع على ضربه، تبداي تدرسي كوش باغ كوش، وتزيدي شويه ما سخون وتضربي، وشويه ما سخون وتضربي، وشويه ما سخون تزيدي، يعني يا لا كونتيتي تانيك تاع الطماطم، حتى تكملي المهراس تاعك. من بعد تضربيه بشويه حار خضر من الفوق، ولا شويه حار احمر، شويه دبشه، وشويه زيت الزيتون. ما نحكي لك ربي يعيشك. هذا ماشي غير دواء، هذا راني نحكي لك وانا انا اسمعيني، راني نحكي لك وراح نتسرع. والله هذا وقته شاف على هذه، عيط لك شريت المهرز بصح ما عرفتش كيف نديرو. عندي المهرز انا وهنا. ها شوفي راكي تشوفي في التلفزيون، راكي تشوفي في التلفزيون. اها ها شفتي؟ ها يا سيدي المهرز انا هذا راهو عندي، به اللي خدمت يخرج هايل ياك. خلاص جربيه 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 وعيطي لنا وقولي لنا كيفاش جاك، ونعاودو حنا ثاني كل هنايا. داك ان شاء الله. وحبيت حاجه واحده اخرى ثاني، لا سوب شامبينيون ربي يحفظك. صافي عندنا طروا. تما انت ماكيش وفيه البرنامج. مانيش وفيه. ما تما شحال عندك ما شتيناش؟ والله واحد ثمان هكا ناقص 10، عندك ناقص 10. بالك تزيدي تراطينا. ادخلي لليوتيوب، ادخلي لليوتيوب تشوفي ليميسيون تاع حساء الفطر، راه عنده 3 ايام ولا 4 ايام اللي درناه ياك الاخت. داك تهلا لي في روحك، ربي يحفظك ليك وكاع ناس قسنطينه، ربي يخليك ان شاء الله. سلام واياك وانتم يا ناس الخير. فاص هكذا باش يعني تشوفوا لو ريزولطا فينال تاعو. فوالا بسم الله يا ربي. فوالا شوفوا الله الله كيما راهوك هكذا. هنا تاخذوا دائما الحساء تاع المغرفه توجور ان كويير قبل ما تسربيوه، تا
تاخذوا توجور مغرفه بهذا الشكل وتحطوا من فوقه بهذه الطريقه هذه تنبيبيوه بهذه الكيفيه هذه دائما دائما وابدا دائما تعودوا شمخوا اللحمه نتاعو باش تقعد توجور اوميد على هذيك اللي فتحتو انا من الداخل وخليتو يعني باش يشرب الصلصه تاعو. تقدروا شويه نتاع ديروا له شويه تاع قارص, تقدروا غير هكذا رشه تاع معدنوس كيما حبيتو نتوما تمشيوه, اليكم الاختيار. تقدروا ديروا روز اكوتي باش تاكومبانيو بالروز, تقدروا دي ليغوم, تقدروا غير بالبطاطا. اون توليكا هادو هما الوصفات. عندنا حساء نتاع اللي درناه تاع الكروفات وكنا حكمنا حبيبات نتاع الكروفات خليناهم كوتي هكذا بهذا الشكل هذا. شوفوا كيفاش طايبين باش كيتسربيوه يخرج يعني لا كروفات تكون دائما لداخل الحساء تاعكم. وعندنا الماكرو اللي هو من عائله الطونه. الماكرو كيكون صغير ومن بعد كيكبر لي باكورات, دونك الماكرو هاو من عائله الطونه اللي درناه في الفرن بصلصه الطماطم. وعندنا كريمه الحلواني او لا كريم باتيسيير او سامحوني لا كريم ديسير, كريمه التحليه بالموز او بلا بانان باش هكذا تمدوها للدراري الصغار. ما بقى لي غير نقول لكم يعطيكم الف 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 نصحه لكم معنا اللي قعدتوا معنا وحكمتونا ولا ما حكمتوناش كيف كيف حنا كنا عندكم في الديار. عندي تحيه لكل عمال صونا الغاز بوفاريك, الف الف مبروك والحمد لله على العافيه. عندنا ايضا تحيه كبيره 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 من هذا الاستوديو الى لطيفه وكل ناس عين تيموشن, نقول لكم نحبوكم بزاف وراكم في القلب. ما بقى لي غير نقول لكم كل المرضى ان شاء الله ربي يجيب لهم شفاء العاجل يا رب العالمين. الناس يرام في الغربه ربي يجعل يرجعهم للديار وربي يجيبهم سالمين غالمين الى اولياء. والناس يوم سامحين في والديهم في ديار العاجل ربي يغفر لكم ان شاء الله, وسارعوا الى مغفره من الله عز وجل ومن والدين تاعكم. ولا علا مفتاح الدنيا والاخره عندهم هما. ما بقى لي غير نقول لكم الحاجه ما تنساش تدعي لنا بالخير. تحيه الجزائر, سلام.